أصبحت المقاومة بالبطون الفارغة حسب المحامي العسكري سلاح أكثر من 100 معتقل في غوانتانامو، والذي تحول الآن إلى مصحة كبيرة لتغذية المعتقلين قصرا. يقول موكلي: لقد حبستموني أكثر من 11 عاما ورفضتم عرضي على المحكمة بعد رفضكم حقي في الدفاع عن نفسي، وبعد أن رفضتم أن أحيا بسلام فاسمحوا لي أن أموت بسلام. التهديد بالموت بسلام ذكر واشنطن بموضوع كانت تفضل نسيانه، خاصة بعد الانتهاء من التوظيف السياسي للمعتقل وتخويف الجمهوريين للرأي العام، لدرجة اضطر معها الرئيس باراك أوباما للتراجع عن أول تعهد له في بداية رئاسته بإغلاق المعتقل. لكن الرئيس الديمقراطي الذي تعهد ايضا بالعودة الى موضوع غوانتانامو بعد حرب البطون الفارغة لا يسلم هو الاخر من انتقادات المنظمات الحقوقية. نعرف انه سمح بنقل 86 معتقلا، ونعرف انه بامكان الرئيس باراك اوباما ان يبدأ فورا في ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية. بل هناك من المراقبين من يعتقد بان تراجع الرئيس باراك اوباما في موضوع غوانتانامو في بداية رئاسته اقنع الجمهوريين في الكونغرس بمعارضته بشكل دائم لاقتناعهم بانه سيتراجع في نهاية المطاف. تراجع التوظيف الانتخابي لغوانتانامو ادى الى تناسي المعتقل اصلا، في الوقت الذي اصبح فيه تهديد المعتقلين بالموت وسيلتهم الوحيدة لاعادة الحياة لقضيتهم في مواجهة تغذيتهم قسرا بهدف ابقائهم على قيد الحياة في سبيل سجنهم مدى الحياة. محمد العلمي، الجزيرة، واشنطن.